يا باشا اخواتي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. مهم اخواتي، في هذا الفيديو غادي نهضر على هذا مجزر التخفيضات الجديد اللي يلاه تحط. مهم، انا راه من الكبير اللي دخلت ليه صراحه ما عجبنيش، ما في والو. هاد مجزر التخفيضات غادي يخرجوا هادوك الناس اللي ما كيشوبيوش. مهم، بحالي انا راه قليل فاش نشوبي، وكنت كنشوبي بزاف، كره دابا دخل عندي للكونت، بقى عندي النساء باسي كلشي، راه ما كنشوفش كاع بزاف النهار مشى ليا كونت. اما الخوت هاد المجر المجر صراحة المجر ما والو. او شوف واش كاتبين هنا، مش حال لي تحصلوا على تخفيض، يعني شوبي باش تاخد تخفيض، راه ما متجر نيت ما والو، لكن غادي يخرجوا علينا. ودابا راه عندهم الحلول، عندهم الحلول بزاف باش يديروا بحال هاد المجر التخفيضات. مثلا يديروا هذا متجر واحد اخر، ولا يديروا كاع غات تخفيض عادي في المتجر ولا اللي كان، باش يقول لك واحد اجي شوبي باش تاخد التخفيض ديالك، راه ما متجر نيت ما والو. انا راه نقدر ناخد الفاير باس، ولكن غادي ناخد والو الله، وكان غير تحت المتجر الاخر. و لا الى ما تحتش حتى هذاك نزيد شي دياموند وناخد الفاير باس الجاي الغاميه ولا. المهم الخوت، راه صراحة ما نصح حتى شي واحد ياخد من هاد المتجر، على حيت الا عقلت لك المتجر اللي فات باش تحط داك الفيستا الكحلة، هي داك السكين ديال الدب اللي تبدل ليه اللون، الا عقلتو في هذاك راه كارينا ما لقاتش فيه سميتو الناس زعما اللي عجبهم، كلشي هبط عليها. ما زوينش هاد المتجر، رجعو لنا المتجر الاخر، يا ترجع داك المتجر الاخر، ودرت لنا جوج ديال متاجر التخفيضات واحد مور الاخر. داكشي علاش حتى شي واحد دابا انا كنصح حتى شي واحد ما يشوفي على المتجر، حيت راه ما المتجر نيت ما والو، في شحال اللي تحصل على تخفيض، راه ما تخفيض ما والو. تي انا نمشي نشحن ونمشي ناخد كاع من المتجر، كاع هي الاخره ديالو. المهم انا دابا اللي كنقول حتى شي واحد ما يشوبي في هذا المتجر، سيجارينا ملي غادي شفنا ما شوبيناش، غادي تحيد هذا المتجر، تقدر عاوتاني دير لك شي جوج ديال متاجر التخفيضات. معني الشهر الجاي راه رمضان، يعني راه ضروري ما غادي يدير لنا شي متجر تخفيضات واعر، بحال عقلت ورجعت داك الشعر الابيض، رجعت شحال من حاجه. المهم انا راه ما غادي نشوفو على هذا المتجر حتى حاجه، راه ما متجر ما والو نيت. المهم كنتمناو غير يرجعوا لنا متجر التخفيضات الاخر، وراه ضروري ما غادي يرجعوا، راه ما يمكنش ما يرجعوش هذا متجر التخفيضات الاخر، راه حتى شي واحد كاع ما غادي يشوف عليه شي حاجه. المهم الخوت، كان هذا هو الفيديو، كنتمنى ما كنت تفهموا هاد الهضره اللي قلت. الا انت عاوتاني ما عجبتكش هضرتي، ماشي مشكل، سير انت عاوتاني حرق هاد المتجر التخفيضات، ولا شوفي باش تاخد التخفيض دارينا يعجبها الحال، وما ديرلكش حتى متجر التخفيضات، تبقى هكاك تولف كل شويه شحال اللي تحصل على تخفيض، واحد شويه عاوتاني تتعيا تقول لكم غير ما شوبيتش عليه. المهم هادشي هو النت اللي كاين. المهم اخويا متنساوش ديرو لايك، و دابا مازال كنصحكم حتى شي واحد ما يشوف على هاد المتجر، الا كنتي انت من الناس اللي بغاو المتجر العادي رجع ما تشوفيش في الاخر، هادشي كامل اللي لهم غادي يخسر، غادي يرجع لنا متجر تخويضات. هلا المهم الخوت، كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو، متنساوش لايك وسبسكرايب اخوتي، نحاولو نوصلو 1000 مشارك. مما الخوت، نتلاقاو في فيديو جديد.